فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وفي غير أعيادهم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم. هذا من باب التحذير، إخبار معناه النهي. التحذير والنهي عن اتباع سنن الجاهلية، ومن ذلك سنة الأعياد، فما اعتاد الجاهلية أن يجعلوه عيدا مكانيا أو زمانيا فإننا منهيون عنه. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتيه، قال إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، اسم موضع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل كان فيها في الزمان الماضي؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فدل على أن أعياد الجاهلية لا يجوز إحياؤها أو موافقتهم فيها، حتى ولو لم نقصد هذا الشيء، ولو كان الذابح يذبح لله، لكن إذا ذبح في مكان كانت الجاهلية تعظمه وتذبح فيه، فإن في هذا تشبها بهم وفتحا للذريعة للتشبه بهم وفعل مثل أفعالهم. ودين الإسلام جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك وإلى البدعة،